ضمن جميع الأمهات المغربيات اللي دائما كيتواصلوا معنا عبر الأسماس للرقم 5080 كتبعتونا بتساؤلاتكم والدكتور عبد الحق ذاكر كيجاوب عليها يوميا. سؤالنا اليوم دكتور تيقول كثير من الأمهات يسولوك دكتور شنو هما التلقيحات المهمة لأطفالهم يعني من هما يعني أطفال الرضع اللي كتحميهم من الأمراض، وحنا كنعرفوا على أنه كاين تلقيحات اللي كتكون ضرورية وكتكون واجبة على أنه الطفل يعني يتلقح بها، وكاين تلقيحات اللي كتكون ثانوية اللي كتحمي مثلا من زكام ولا من شي مرض ما. والتلقيح شي حاجه مهمه، يعني كنحاولوا نتو الطفل واحد المناعه كونتر واحد الميكروب بحال التهاب الكبد الهيباتيت ولا كونتر تيتانوس ولا كوكلوش. هذا التلقيح مهم بزاف. كنحاولوا نديروا الفاكسان التلقيح الاول في الشهر الاولاني يعني تاع البي سي جي تاع ضد مرض السل يعني، وكنحاول نديروا معاه ليباتيت بي يعني التهاب الكبد داكور، ومن بعد كنحاولوا نديروا علاج تاع دو موا، نحاول نعملوا التلقيح تاع الدفتيريا تيتانوس لا كوكلوش لا بوليو تاع الروتا فيروس. الحاجه مهمه اللي الوزاره دخلته في الكالندري تاع الفاكسيناسيون كونتر الاسهال، شي حاجه مهمه وزعما وكنفتخروا بها حنا. دابا التلقيح ضد الاسهال اصبح من التلقيحات الضروريه اللي خاص ميم التلقيح كونتر البنموكوك هذاك كونتر لامينانجيت ولي مرض الصحايا كونتر البنموكوك اللي دخل دابا الحمد لله اللي دخل في البروتوكول فاكسينال في الاطفال، شي حاجه مهمه وكنشكروا بزاف حنا دابا كنشكروا وزارة الصحة اللي ولا هاد لي دو فاكسان في سونتر سونتي. يعني كطبيب طبيب اطفال كنفتخر بها بزاف، سورتو سي سان فاكسان كي كوت شير هو غالي بزاف، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنقولها ودائما كنعاودها، لان وزارة الصحة دخلته في البروغرام فاكسينال. راه حاجة زعما الحمد لله نعاود نقولها الحمد لله، لان الطفل واخا لي بارون ما عندهمش لي مويان الحمد لله كان صباح هذاك التلقيح في متناول جميع الاطفال كنحاول الحمد لله ما بقيتش كنشوفوا لي دياري تاع الاسهال تاع الروتا فيروس، ما بقيتش كنشوفوا لي ميناجي تاع بنموكوك كيما كان هي شحال هادي. هذا سي باغمي الحمد لله لي زافونتاج اللي دخلت المينيستر دو سونتي في لي ديسبونسير. والتلقيح اللي شارجي تو تالور تاع التلقيحات الثانويه بحال الزكام، الزكام ما كنعطيوش للدراري كاملين، ابالي الا كان شي طفل صغير عنده مشكل تاع القلب ولا مشكل تاع لازم ولا مشكل تاع الريه، يعني ان بوتي كان زاد باقي صغير ضعيف ودارنا مشكل تاع التنفس في الاول، كنحاولوا سورتو الا كان عنده خوتو ولا في تيجي السكام تنحاولوا اون بروبوز على الام باش تلقحوا كونتر هاد يعني الوالدين وخاصه الام، لانه مسؤوليه ديال الام لان كيكون عندها علاقه يعني مترابطه مع الرضيع ديالها، خاصه ولا بدا يعني من بعد الولاده تحرص على تلقيح، يعني تقريبا هو التلقيح بالنسبه للاطفال الرضع يعني تيكون كل شهر ولا اقل، يعني تيكون الاشهر الاول الاولاني تيكون في الاولاني يعني تيكون في السيمانه ولا 10 هذوك لي فاكسان الاولين مهمين البي سي تقولوا البي سي جي تاع ليباتيت أيه. وعاد كيبداو الفاكسان الثاني تاع الدفتيريا كيكون بعد الحصبه والدفتيريا وسؤال ديكي تيكون عند لونفون شهرين من بعد 3 شهور من بعد 4 شهور الا كان تبع عند الطبيب تاعو تيعطيه ان بروغرام دو فاكسيناسيون تقول لها فوقاش غتكون الجلده الجايه ولا كانت متبعه في السونتر في ديسبونسير في سونتر سونتي تيكون عطاها تيعطوها حتى هي السيد اللي كتكلفها كتعطيها لا دات تاع البروشان فاكسان وكيجي الطفل كيدير التلقيح تاعو غير هو يفو سافوار كو لا مامو هذا مهمه يعني ملي كدير التلقيح تاعها خاصها توجد راسها بان الطفل تاعي يقدر يعمل شويه سخانه يكون شويه مقلق غير هي ما تقدرش من الاحسن حاجه ما تعملش دوليبران ولا شي مانع شي مضاد حيوي قبل السخانه قبل الفاكسان من الاحسن دير التلقيح تاعها الى الطفل تاعو طلعت له السخانه ولا لقاته مقلق ولا ماشي شي حاجه طبيعيه سي اون رياكسيون تاع الجسم التلقيح حاجه طبيعيه حاجه طبيعيه تقدر تعطيه دوليبران باش تخفف عليه الالام باش تخفف عليه السخانه وتعطيه دوليبران قبل لا لا لا
يعني قبل من تلقيح ما نعطيوش الأطفال ديالنا مضادات حيوية. إذا شفت مثلا عنده مثلا لدوز مثلا خاصه يجلب وشافت على أنه الوليد ديالها يعني في سخانة ولا مثلا حساته على أنه ما كلاش مزيان ولا في لاجاري، واش يعني سنة واحد شوية يومين ثلاث أيام حتى يتعالج ولا تيبرى ولا تحسبي بأنه ولا شوية عاديه مثلا يأخذ الفاكسان ديالو، ولا تحترم التوقيت؟ لا ماشي التوقيت نحترمه، ولكن إذا كان الطفل مريض في سخانة ولا كان في إسهال ولا كان في كسعال ولا كان في مرض، من الأحسن تستشر الطبيب تاعه ولا تمشي للسونتر سونتي تقلب الطفل تاعه. إذا كان مريض ياخذ الدواء تاعه من اللي برا إن شاء الله نعملوا التلقيح. إذا كان عملنا التلقيح هو مريض يعني ما كيستافد منه بالتلقيح والو وكونتريك اون كومبليك ليش حتى تشافى وعديك ساعة إن شاء الله وعديك ساعة عملوا التلقيح واحد خمس أيام واخا ميم تو نديك لو فاكسان يعني نبعدوا واحد سيمانة ولا 20 ولا 15 ماشي مشكل، غير ما نقدروش نعملوا التلقيح والطفل مريض. شكرا لك دكتور، نتلاقاو غدا مع نصائح خاصة بالأطفال.